تأتي مبادرات جامعة الملك فيصل الطبية استشعارا لواجبها الوطني، وانطلاقا من مساهماتها في تحقيق الأمان الصحي والعمل المشترك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي بذلك تهدف إلى تحقيق جاهزية ممارسيها الصحيين بتقديم برامج تدريبية عن بعد للممارسين وطلبة الطب في أساسيات مكافحة العدوى، كما تعمل على ترسيخ الوعي الصحي من خلال دعوتها للالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات المساندة لها، وكذلك استمرارية تقديم خدماتها الصحية ورعاية منسوبيها في هذه الفترة الاستثنائية عبر توفير قنوات التواصل الإلكترونية المتاحة للمتابعة الصحية وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة. استجابة لتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وأيضا توجيهات سعادة وكيل الجامعة الدكتور مطلق العتيبي للاستفادة من جميع ما تقدمه الجامعة من خدمات عن بعد للتصدي لهذه الجائحة. تنطلق العيادة الاستشارية الإلكترونية والتي تضم نخبة من الاستشاريين لضمان الحصول على أفضل خدمة في ظل هذه الظروف مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. كما يقدم المجمع الطبي مجموعة من الخدمات التي من كونها أن تضمن الحصول على الخدمة الصحية في ظل هذه الظروف، وبادر المجمع بتقديم خدمات الحصول على التطعيمات للأطفال وأيضا متابعة عيادة الحمل. نسأل الله تعالى أن تمر هذه الجائحة بسلام وأن يديم علينا الصحة والعافية. أحد أبرز مبادرات كلية الطب بجامعة الملك فيصل مبادرة طبيبك عندك، والتي سترى النور قريبا بإذن الله. هذه المبادرة سيستفيد منها جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في جميع المناطق من شرق المملكة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. كل ما عليك فقط أن تتصل على طبيبك المفضل وسيتواصل معك بإذن الله مباشرة بكل أريحية وسهولة. هذه الخدمة تشمل جميع التخصصات المتوفرة والتي يحتاجها المجتمع، سواء التخصصات العامة أو الدقيقة. الفكرة من هذه المبادرة هي تقديم خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن بعد، وذلك خلال تفشي هذه الجائحة، وأيضا كمساهمة من الكلية في الحد من تفشي انتشار هذا الوباء. هذه المبادرة جاءت استشعارا من الواجب الوطني لكلية الطب ومساهمة منها في تحقيق الأمن الصحي للمواطن والمقيم على حد سواء. مبادرة أنا جاهز تحت شعار وطني هو أمني هي مبادرة تقوم بتجهيز الممارس الصحي من خلال محاضرات عن أساسيات مكافحة العدوى من قبل مختصين بمكافحة العدوى، وأيضا تجهيز المواطن من خلال تعزيز الوعي الصحي. وتضم المبادرة أكثر من 50 عضو هيئة تدريس بكلية الطب بجامعة الملك فيصل، وأكثر من 300 طالب وطالبة وطبيب وطبيبة امتياز بكلية الطب بجامعة الملك فيصل. أنا جاهز لأن وطني هو أمني.